تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم كذلك على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا. ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مواضيعنا بتتنوع، مواضيع طبية وصحية. بداية مثل ما عودناكم تكون عندنا الفقرة التوعوية، والفقرة التوعوية نركز أكثر شيء على تكون أنها فقرة تقذوية بالأساس. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم كذلك اللي هو داء النقرس، وخاصة في من ناحية التقذوية لهذا الداء. طبعا الأكل أو التغذية لها دور كبير في معظم الأمراض، سواء الوقاية وسواء كذلك في علاج بعض الأمراض، وكذلك في التحكم في أعراض أمراض معينة. ويانا اليوم اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهير محمود، وبتكلمنا أكثر عن النقرس. صباح الله بالخير أستاذة سهير. أهلين. أهلين، صباح النور. صباح النور والسرور. اهلا استاذ سهير. طبعا النقرس اعراضه يعني شديده مثل ما نعرف، وتسبب الام خاصه في الام المفاصل، وتستمر اكثر عن يوم. فحابين نتحدث اكثر عن يعني في فقرتنا التقذوي او التوعويه عن داء النقرس وكذلك دور التغذيه في هذا الداء. تمام. طبعا اول شيء انا راح ابلش باني اعرف مرض النقرس. نعم. هو عبارة عن مرض يعني بنتج بالجسم بسبب تراكم يوريك أسيد اللي هو حمض اليوريك بالمفاصل. يعني خلال الوقت هذا اليوريك أسيد أو حمض اليورين بيعمل كريستالات وبيكون موجود داخل المفاصل، فبيؤدي إلى انتفاخ، إلى التهاب وإلى ألم. نعم. في عدة أسباب للنقرس. في عنا الهرمونات ممكن تكون مسؤولة عن النقرس، ممكن يكون الجينات، يعني ممكن تلاقي واحد عمره 20 سنة وعنده نقرس. صحيح. بسبب الجينيتكس يعني. العامل الوراثي. نعم بالضبط. غير هيك في عنا الرجال أكثر عرضة عن النساء إن يصير عندهم نقرس، especially الرجال اللي هم فوق سن 40، والنسوة ما بعد انقطاع الدورة. نعم. كمان في عنا السمنة بتعرض الشخص إنه يصير عنده نقرس. الحمض العالي بالأكل اللي فيه كثيرين، وأيضا الكحول بعض الأدوية ومرض الضغط كمان. غير هيك ممكن يكون الموضوع هو عبارة عن خلل بالعمليات الأيض، وبالتالي بيصير بتراكم اليوريك أسيد بالجسم. نعم. في عنا عدة أعراض للنقرس. يعني أول شيء إنه هو أول شيء بيأثر على إصبع الرجل الكبير الله يكرمك. نعم. أو الأنكل جوينت اللي هو المفصل تاع الرجل يعني. غير هيك هذا الشيء بيؤدي إلى يعني إخمرار حوالين المفصل اللي هو أفكتد، يعني اللي تأثر باليوريك أسيد. غير هيك بيؤدي إلى ألم بالمفاصل، و بيؤدي أيضا إلى تقليل من العمل وظائف الكلى، وأيضا طول كيدني ستونز اللي هي الحصى بالكلى، ممكن إنه يؤدي إلى تكوين الحصى بالكلى. هلأ في عنا عدة يعني measures ممكن إحنا نعملها لحتى نقلل من فرصة تعرضنا للنقرس. أول شيء لازم نقلل من الأكل اللي عالي بالبروتين
زي اللحوم الحمراء. نعم. زي اللحوم أورجانيك اللي هي زي الكبد والكلى وهالأشياء، والقلب مثلا فيها أشياء في القلب. نعم. نبتعد عن الأكل اللي فيه دهن زيادة إذا كان الواحد بالذات يعني عنده سمنة أو زيادة وزن. ناخذ سوائل بكمية عالية، يفضل السوائل دائما تكون من الماء. نعم. ونبعد طبعا عن المشروبات الكحولية. كمان بدنا يعني حتى في أكلات معينة فيها كثيرين ممكن تكون تيجي من الخضروات والفواكه، مش بس بالضرورة يعني مثل الفواكه أكله بس رابر الخضروات والبقوليات. وكمان بدنا ناخذ خضرة زيادة بالحمية بس تكون الخضرة اللي ما فيها كثيرين، وكمان يكون الويت أندر كنترول. نعم. أو الواحد يتجنب الستريس. هلا في عنا عدة أكلات من كل المجموعات الغذائية، في منها أشياء مسموحة وأشياء مش مسموحة. نعم. مثلا عندك مجموعة الخبز والنشويات، مفروض المريض اللي عنده نقرس يبتعد عن الخبز والحبوب اللي هي كاملة، يعني حب كامل يعني اللي هي برانت طبق. نعم. كل أنواع الخبز أستاذ سهير، لأن الحين طلعت أنواع كثيرة، مو بشرط خبز القمح، يعني في خبز الشوفان، الكينوا، يعني أشياء كثيرة بتدت تطلع الحين. هو الفكرة بس إنه نأخذ الديفايند، يعني نأخذ نعم. المكرر، يعني الخبز المكرر، يعني الخبز الأبيض. نعم. الخبز الذرة اللي مش كامل، عرفتي؟ نعم. نبعد عن القشري تعيد الحبوب والبقوليات، عرفتي؟ نعم أيوة. غير هيك يعني بالنسبة للبقوليات المفروض يبتعد المريض اللي عنده نقرس عن الفول، عن الحمص، عن العدس، عن الفاصوليا، هاي الأشياء فيها كثيرين بنسبة عالية. نعم. غير هيك في عنا بعض الخضروات المفروض المريض يبتعد عنها، عندك زي البازيليا، في عندك زي الفاصوليا، السبينتش اللي هو السبانخ، الكوليفلاور اللي هو الأرنبيط، الأسبارجس والمشروم. تمام. بالنسبة للحوم، في الشخص اللي عنده نقرس ياخذ لحمة ودجاج وسمك وبيض، ما في مشكلة، بس المفروض يبتعد عن الأورجانيك اللي هي زي الكبد والكلى والدماغ. أيوة. وفي بعض الأسماك المفروض مثلا سمك بيض السمك المفروض يبتعدوا عنه، السردين المفروض يبتعدوا عنه، الأنشوفي، الساسج اللي هو السجق. نعم. في سمك الهيرينج لازم يبتعدوا عنه كمان. وبالنسبة لمنتجات الحليب، دائماً يفضل المريض يأخذ منتجات الحليب القليلة بالدسم. تمام؟ تمام. وبالنسبة للمشروبات، المفروض يبتعد بس عن الكحول والميت جريدي. الميت جريدي اللي هي الصف تغطيها اللي بسطوها فوق الستيك اللي بتكون لونها بني، هاي تعتبر اسمها ميت جريدي، يعني يعني الصف اللي بنحطها فوق اللحمة بتكون لونها بني. نعم. ما كثير بنستخدمها يعني العرب، بس موجودة عند الأجانب ولما نروح على مطاعم وكذا. غير هيك المفروض بالنسبة للحلويات الدهون نستخدمها بس مش بكثرة. نبتعد طبعا عن الأكل المقلي والحلويات، لأنه كمان تحتوي على نسبة عالية من الدهون. صحيح. والتغذية لها دور كبير يعني في الوقاية من أعراضها، يعني أعراض النقرس. أستاذ سهير، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة. بما أنه هلا الدنيا صارت يعني آخر السنة. نعم. إن شاء الله 2020 تكون سنة حلوة على الجميع. إن شاء الله. هذا يحقق أمني. إن شاء الله للجميع إن شاء الله. شكرا على هذه الكلمة. أسعدت الجميع. شكرا. يلا مع السلامة. مع السلامة. الأستاذة سهير محمود، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مستمعينا، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. فقرة السوشيال ميديا الحين بنتحدث عنها ويانا زميلتنا أسماء الجناحي، وبتخبرنا خلال 60 ثانية القادمة عن أقلب ما يدور في السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييش. انتظر فقرتك. أمس كانت من الأوسمة المتصدرة الترند عندنا هو كسوف الشمس الحلقي، فردينا نحن في هيئة الصحة نحط مجموعة من النصائح المهمة
للجميع، والحمد لله يعني كان فيها تفاعل كبير، والناس فعلا نحن سعيدين ان ما كانوا يعرفون هاي المعلومات وتعرفوا عليها. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن كنا فهذا كان تركيزنا كامل، واهم شيء كانت الرسائل المركزة على نحن ما نشوف مباشرة لانه يؤثر على مركز الابصار في العين. صحيح. فاي وايد خلاص يعني دام طاف الوقت وما له داعي نقول النصائح هاي خلاص لكن هي كانت موجودة في السوشيال ميديا. صحيح يعني قطيت وأقلب الأشياء والنصائح خلال فقرات السوشيال هو ميديا. انتهى قبل الساعة 9، فنحن كنا مركزين يوم أمس أن نعم. كل النصائح اللي نحطها تكون مركزة على كسوف الشمس. نعم. فهذه الأشياء المجملة أو التركيز الكامل من نشراتنا. ونقول لكم دامنا الخميس وخميس خفيف علينا وهذا كله، فخلينا نقول لكم رسالة إيجابية صباحية، وهي تقول لا يوجد إنسان فاشل، هناك من استمر في العمل حتى نجح، وهناك من توقف عن المحاولة. فالمعنى على قولتهم القمندة استمر في العمل ودمتم صحة وسعادة. أسماء الجناحي شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، وكانت ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. بننتقل لفقرتنا الرئيسية الحين في هذه الفقرة، وبنتكلم عن موضوع وخدمة جدا مهمة واللي هي خدمة الزيارات المنزلية. بلغ عدد الزيارات الطبية المنزلية الذكية اللي نفذها قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي بدءا من العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي 28372 زيارة، وانقسمت الزيارات بين 15634 لكبار السن و 12738 زيارة لأصحاب الهمم، بهدف تقديم رعاية صحية مبتكرة تتماشى مع النقلة النوعية اللي تشهدها الخدمات الصحية في الهيئة كل القطاعات. حول هالجهود والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بيدور حديثنا اليوم مع الأستاذة هند سلطان الكتبي، رئيس مكتب التمريض في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة هند. حياك الله ويانا اليوم. موضوعنا طبعا جدا مهم، وبنتكلم أكثر عن الزيارات المنزلية وبنختص بالزيارات المنزلية الذكية، فحابين نتعرف أكثر شو هي الزيارات المنزلية الذكية؟ أولا خلنا نتكلم بشكل عام عن هي ما هي الزيارات المنزلية. نعم. الزيارات المنزلية تقدمها هيئة الصحة بدبي، عندنا 12 مركز صحي في طاقم طبي متكامل للزيارات المنزلية. احنا سميناها بذكية لأن من سنة 2018/10 استحدثت هيئة الصحة بدبي حقيبة فيها كل المعدات الطبية التي تحتاجها الممرضة للزيارة المنزلية وكل الأجهزة ذكية. ليش سميناها ذكية؟ لأنها موصلة بملف المريض الإلكتروني اللي هو نظام سلامة. ممتاز. فمجرد أن المريضة تروح للممرضة تروح للمريض في بيته، تقيس له السكر والضغط وتحطيط القلب وكل شيء، تتحول إلكترونيا القراءات كلها بنظام سلامة. ممتاز. فعشان كذي سميناها أجهزة ذكية منزلية. يعني خلال اللحظة نفسها اللي الممرضة أو الطاقم الطبي موجود، المعلومات كلها تنتقل دايركت أو على طول للنظام الموحد. هي. اللي هو نظام سلامة. وفرنا وقت وجهد للكادر الطبي، ونفس الوقت يعني وفرنا وقت وايد كبير لأن الممرضة كانت ترجع للمركز الصحي وتدخل القراءات. نعم. وهني ما بتكون في أخطاء طبية. صحيح. صحيح، لأن في نفس اللحظة نفسها. أيه. يعني ما بأن كتابة وترجع. صح. المركز وبعدين تدخل المعلومات. أيه. في السيستم. أستاذ هند، حدثينا أكثر عن أهمية هذه الزيارات المنزلية الذكية بالأخص. الزيارات المنزلية الذكية هي وفرناها احنا لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأرامل وقت فترة العدة. نعم. متعارف عندنا أن وقت العدة الحرمة ما تطلع من البيت، فاحنا وفرنا هالخدمة لها. بعد تروح المريضة يظهر عندنا طاقم طبي كامل. نعم. من دكتور وممرضة وخصائية اجتماعية وخدمة وتغذية. ممتاز. فريق كامل. فريق يعني. كامل الحمد لله. الحمد من كل لله. مركز صحي يشوفون المريض كمستفيد جديد. نعم. والممرضة تأخذ كامل القراءات من تخطيط قلب وضغط وسكر وبعدين الدكتور يعاين المريض كامل من تقييم. نعم. وفحص شامل للمريض وحتى فحص الدم سحب الدم، ودكتور التغذية بعد تشوفها من جهة التغذية لأن يوفروا لهم مثل سوائل وأشياء يقدر المريض يأخذها عن طريق الهيئة،
والأخصائي الاجتماعي تشوف من الجانب الاجتماعي، هل هو عنده سرير طبي، هل غرفة مؤهلة للمريض نفسه، الحمام نفس الشيء، في سايد ريل، في سيفتي للمريض نفسه. ممتاز. فهاي الحقيبة توفر بعد أنه تأخذ القراءات إذا المرضى رجعت للمريض واحتاجت استشارة طبية. الزيارة الثانية والثالثة ما يكون الدكتور متواجد مع الممرضة، فهي إذا شافت مثلا السكر مرتفع، الضغط مرتفع، سيتا تتصل للدكتور، وعندنا تلي هث فيديو كول مع الدكتور الطبيب وهو في العيادة يفتح الشاشة ويشوف المريض نفسه. ممتاز. لو مثلا فكرت أنه في دقات قلبه مش طبيعية أو التنفس عنده، عندنا حتى السماعة هي تحطها على صدر المريض والطبيب في المركز يسمع. يسمع بالضبط، يعني كأنه يعني متواجد. ممتاز. فهني هو يحدد مثلا إذا السكر مرتفع يشوف القراءة فيقولها مثلا عطي أنسولين هالدوز هالكثر، زيدي الجرعة كذي. ممتاز. وهالسرعة الاستجابة كذلك، يعني الأعراض من تطلع على المريض، يعني إذا كانت الممرضة موجودة خلال زيارتها روتينية لنفس المريض، يعني الطبيب في مكان ثاني يقدر يعطيها كذلك المب، أنا أقول يعني يعطيها الأوردر أو الأمر أنها تسوي هذا الشيء. هذا نفس الوقت هي فيعني يعني كحل مشكلة المريض أو حل أعراضه أو علاجه في نفس اللحظة. لأن قبل إحنا شو كنا إذا كان عندها أي إشو تتصل للدكتور، والدكتور لما يوصل للمريض صحيح ياخذ نص ساعة ساعة حسب بيت المريض ومكان الدكتور. صحيح. بس الحين لا، ما نحتاج، ذكية يعني نفس الوقت. ممتاز. يعني هذا الشيء بيقلل أشياء كثيرة، وأهمها سلامة المرضى، يعني في لحظات معينة يستلم علاجه والعلاج صح يكون صحيح. أستاذ هند، طبعا في حدثينا عن بعض الكوادر الطبية اللي يكونون موجودين خلال الزيارات المنزلية، فحابين نتحدث أكثر كذلك عن هذه الكوادر الطبية وجهودها لتنفيذ هذه الزيارات. الكوادر الطبية قلنا هو فريق كامل من ممرضة وطبيب ودكتورة تغذية وأخصائية اجتماعية. في كل مركز صحي عندنا هالكادر الطبي، فكمستفيد جديد يطلع طاقم كامل ويتحدد، يعني يشوفون المريض ويعاينونه من كل الجهات، من حيث التغذية، من حيث الخدمة الاجتماعية، حالة المريض، الممرضة تشوف القراءات، وعلى أساسها تتحدد كل شيء. يعني ممتاز. هي تختلف الزيارة الأولى عن الزيارات المتلاحقة الثانية. هي. الزيارة الأولى الطاقم كله يكون موجود. هي. والزيارات الثانية تكون ممرضة بس كل 3 شهور لازم الطاقم الطبي من أول وجديد يطلع لمعاينة المريض من أول مرة أخرى. هالشيء بعد يعطي استمرارية كذلك. هي. ويعني تهيئة أنه يرد يتغيم المريض مرة ثانية بعد. فهذا ما يمنع إذا بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر إذا الممرضة شافت أنها تحتاج الطاقم مرة ثانية يطلع ما يتريى 3 شهور يعني. ممتاز. حسب حالة المريض نفسها. على حسب الحالة نفسها. بالنسبة للمستهدفين من الزيارات المنزلية ممكن تذكرينا فيها، أنت تكلمتي عنها بس ممكن تذكرينا فيها مرة ثانية. كبار المواطنين. نعم. في كبار مواطنين صراحة يقول لك لا أنا بروح المركز يعني، بس في كبار مواطنين طريحين الفراش أو غير قادرين الوصول للمراكز الصحية، فنقدم لهم هالخدمة. نقدم لأصحاب الهمم، ونقدم للأرامل فترة العدة. نعم. وإن شاء الله الخطة المستقبلية أن نفتح لغير المواطنين المقيمين في دبي يعني. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق من هذه الناحية، لأن جميل أنك توصلين للمريض بالخدمة. صح. بدال ما يجي حتى لين عندك عيد توصلي له، وفي فئة كبيرة تحتاج لهالنوعية من الخدمة والمراقبة. أستاذة هند، شو أغلب الحالات الصحية المستفيدة من خدمة الزيارات المنزلية؟ حالياً كبار المواطنين وأصحاب الهمم أكثر خدمتين مستفيدين. ممتاز. وهذه الفئات اللي صح يعني الواحد حاب يركز عليهم أكثر ويهتم فيهم أكثر ويوصل لهم الخدمة عسس سعادتهم كذلك وسعادة الناس اللي حواليهم، لأن يعني إحنا بنركز على المريض بس كذلك أركز على البيئة اللي محيطة. صح. بالمريض، لأنها لها دور كبير في علاجه. أستاذة هند، بالنسبة لهذه الخدمة كيف الواحد يقدر يقدم عليها؟ يقدر من الكول سنتر اللي هي 800 DHA. 800 DHA. نعم. وعندنا في الويب سايت مال هيئة الصحة بدبي الابليكيشن موجود، ويقدر من المركز نفسه يعني أي مركز هو تابع. احنا عندنا حاليا 11 مركز صحي، يقدر يقدم في أي مركز هو عادة يراجع فيه، مثلا طوار، خوانيج، مزهر، في فورم يتعبى. نعم. ويطلع الطاقم الطبي. ممتاز. طلب زيارة منزلية. هذه مستمعينا بخصوص طلب الزيارة المنزلية عن طريق الرقم الموحد اللي هو 800342، أو عن طريق DHA Labs، أو عن طريق المركز التابع لكم
تقديم الطلب وكذلك تكون الزيارة. خلال كم الفترة أول زيارة؟ يعني اليوم أنا قدمت الطلب كم الفترة اللي تأخذها؟ هو يعتمد على كل مركز صحي وكمية المرضى المسجلين هنا. نعم. بس يعني إحنا عاطينهم ليمتد 3 أيام عمل. ممتاز ممتاز استاذهن. طبعا اي مشروع او اي شيء نسويه يكون فيه تدريب، فكيف كان تدريب الطاقم الطبي على هذا النوع من الاجهزه؟ كان اول شيء هو احنا عندنا سوبر يوزرز. نعم. فهذه اللي احنا جمعناهم في مكان واحد ويت شركه الاجهزه ودربتهم، بعدين سوبر يوزر علموا باقي المرضى الموجودين. احنا في كل مركز صحي عندنا يا ممرتين يا ثلاث يستخدمون الأجهزة. ممتاز. كباكب، وبعدين ما شاء الله العدد كبير يعني. صحيح. بس يعني كخلفية، يعني أنا يعني كذا تعليق يعني من الناس، يعني من الأقرباء اللي أعرفهم أن كانوا حابين الفكرة تماما. أن صحيح الممرضة يتهم تيهم الطاقم الطبي، تيهم الممرضة، بس إذا أي شيء على طول تتواصل مع الطبيب. صح. فهذه كانت الخدمة يعني جدا سهلت عليهم أشياء كثيرة. فكان التعليق يعني اللي وصل لي، يعني مرة في قعدة عائلية عادي قالوا لي في نفس اللحظة تواصلت مع الطبيب والطبيب شاف الوالدة وعلى طول يعني قالها شو تسوي. فكان يعني الخدمة بهالطريقة، وخاصة توصل لهذه يعني لهذه الفئة، خاصة أن الناس صعب مرات الناس تستصعب أن تأخذهم للمستشفى بالإسعاف. صح. رجعتهم للبيت صعب النقل ومرات أشياء تكون بسيطة تقدر تحلها في البيت. صح. فهذا يعني يعطي دور كبير صراحة، وتشكرون على هذا المجهود وهذه المبادرة القيمة صراحة. أستاذ هند، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. احنا نقولهم احنا في الخدمة، شغالين في هيئة الصحة بدبي ولحكومتنا في خدمة شعبنا إن شاء الله. ما تقصرون، نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذة هند سلطان الكتفي، رئيس مكتب التمريض في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الزيارات المنزلية، وركزنا على الزيارات المنزلية الذكية. فاللي حابب يطلب زيارات المنزلية نفس ما ذكر خبرتنا فيها الأستاذة هند الكتبي عن طريق المركز الموحد 8342 DHA Application، أو المراكز أو المركز التابع لهيئة الصحة بدبي التابع للمريض. مستمعينا، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل 6005514414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتطرق لدراستنا لليوم واللي تقول السمنة اقتراح جديد قد يساعد في الحد من الشراهة في الأكل. طبعا نصح باحثون بضرورة وضع ملصقات على عبوات الأطعمة تشير إلى الأنشطة الرياضية المطلوبة لحرق السعرات الحرارية اللي حصل عليها الشخص من تناول هذه الأطعمة، وبالتالي تقل مخاطر السمنة. يعني كأني نحط ملصق على كل شيء ناكله، يبين لنا كيف أو شو هو الرياضة أو حتى المطلوب يعني الوقت من الرياضة اللي يساعدنا على حرق السعرات الحرارية اللي ناخذها من هذه الأطعمة. ويقول الباحثون البريطانيون إن تقديم نصائح للمستهلك بضرورة المشي لمدة 4 ساعات لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن تناول البيتزا، أو المشي 22 دقيقة للتخلص من سعرات قطعة شوكولاتة، سيخلق وعيا بالتكلفة المطلوبة للحصول على الطاقة من الطعام. يعني قبل ما ناكل نمر تكون عندنا الفكرة كل أكلة شو الشيء اللي يحتاجه، أو حتى الوقت اللي يحتاجه عشان نحرقها. صدق يقل استهلاكنا الأكلات معينة. وتشير الدراسة الاستكشافية إلى أن وجود هذه الملصقات التحذيرية
بحجم المجهود اللازم للاستفادة من الأطعمة سيساعد من حد من الشراهة في تناول الأطعمة والاعتدال في التعامل مع الغذاء، لأن الواحد قبل ما يأكل بيفكر بتبعات هذه الأكلة وكذلك شو الأشياء اللي يسويها عشان يحرق هذا النوع أو هذه الأكلة أو الوجبة اللي بياخذها. والهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو التشجيع على عادات الأكل الصحية لمحاربة السمنة وزيادة الوزن، ويؤكد الباحثون في جامعة لوبورو البريطانية اللي راجعوا 14 دراسة على أن هذا النوع من الملصقات يمكن أن يقلل حوالي 200 سعر حراري من متوسط استهلاك الفرد اليومي. يعني الواحد قبل ما ياخذ أي شيء بيعرف شو الشيء اللي يحرق هذه الأكلة أو شو مقدار الحرق اللي يحتاجه، سواء يعني بنقولها كنوع رياضة أو حتى إذا كان نوع رياضة هم ركزوا على المشي من ناحية معينة، كم ساعة أو كم دقيقة الواحد يمشي عشان يحرق هذه الوجبة أو هذا الصنف من الأكل، عساس الواحد كذلك قبل ما يأكل أي أكل يفكر من ناحية النوع اللي يأكله، وثاني شيء يفكر كذلك أنه بيحتاج لطاقة معينة. جميل وغير جميل، جميل أن الواحد بيعرف أنه شو الشيء اللي يحتاجه عشان يحرق هذا النوع، بس مو بجميل يا نمر ليش يسد نفسك عن الأكل قبل ما تأكله. صح الواحد بيحس أنه يعني يمكن متغيد، بس جميل أني أعرف كل نوع أكل شو الرياضة أو شو المجهود اللي يحتاجه عشان يحرقه، منها ثقافة ومنها بيعرف كذلك كيف يحرق هذا الأكل اللي قاعد يأكله. طبعا فكرة جدا مميزة صراحة، حبيت هذه الفكرة. مستمعينا نرجع لفقرتنا لليوم وبنتكلم عن نجاحات متوالية لحملة دمي لوطني. طبعا نحن ركزنا وايد على هذه الحملة لأهميتها، يمكن ذكرناها أكثر من مرة، بس لأهمية هذه الحملة وأهميتها في أي وقت، ما فقط في فترة الحملة، أهميتها كشيء مستمر الواحد يعطيه، ويعني التبرع بالدم من ما أقولكم من أفضل الأشياء، بس نحسبها أن أنا بتبرع الدم لإنقاذ حياة، يعني حياة ناس أنا ما أعرفهم أو مساعدة في علاج ناس أنا ما أعرفهم كذلك، وما بشخص واحد، أي تبرع بيكون الأكثر من شخص. طبعا وبنركز أكثر اليوم عن حملة دمي لوطني وتفاعل أفراد المجتمع مع حملة دمي لوطني اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي منتصف الشهر الماضي، واللي أوشكت على ختامها وسط مبادرات سريعة ومتواصلة للتبرع من جميع الجنسيات اللي تحتضنها الدولة، وقد زاد من التفاعل وكميات وحدات الدم المتجمعة من المتبرعين اتساع نطاق هذه الحملة. وهذا هو موضوعنا اليوم، ومرتكز حديثنا مع الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة مي. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. أهلا دكتورة. طبعا دكتورة يعني حملة دمي لوطني لها أهمية كبيرة صراحة، فيعني اتطرقنا لها كثير وإن شاء الله بنتطرق أكثر وأكثر، فحابين بداية تعطينا نبذة عن بداية وفكرة هذه الحملة. نعم طبعا حملة دمي لوطني أطلقت عام 2012 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه، وكانت بالتعاون مع شرطة دبي والقرية العالمية والإمارات اليوم، طبعا مع هيئة الصحة في دبي. فبدأت الحملة أول سنة بجمع وحدات دم قليلة جدا، كانت حوالي 300 إلى 400 وحدة دم. لكن خلال السنوات اللي تبعت بداية هذه الحملة بدأت هيئة الصحة بدبي توسع، تكثر من اهتمامها للحملة وتوسع الحملة على نطاق أوسع. وطبعا الغاية الرئيسية من الحملة هو ليس فقط جمع وحدات دم،
نعم. من المتبرعين، بل نشر الثقافة والوعي حول أهمية التبرع بالدم، لأنه الدم لا يأتي إلا من بشر، فمصدره من البشر، ولأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله هناك أنظمة ودعم كبير من القيادات العليا لضمان سلامة نقل الدم، فلذلك لا يجوز استيراد الدم من الخارج، وذلك حفاظا على سلامة المرضى متلقي الدم. فيوجد اكتفاء ذاتي، وهذا الاكتفاء الذاتي للدم ومكوناته يجب أن يكون مدعوم بخطط استراتيجية، خطط توعوية، وهذا طبعا اللي تقوم به هيئة الصحة في دبي الحمد لله وبنجاح. طبعا هذه السنة الحمد لله وصلنا إلى تقريبا ضعف ما سحبناه في السنة الماضية. أغلقت الحملة في 15 ديسمبر، على وتم سحب 12,287 وحدة دم. وهذه السنة طبعا احنا بديناها لمدة شهر، بدينا من 13 نوفمبر وختمناها في 15 ديسمبر تقريبا. دائما الحملة يتم تنسيقها تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، لأنه صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه من أطلق الحملة ربط التبرع بالدم بالواجب الوطني، فهو واجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين اللي يستطيعون التبرع بالدم المساهمة به لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين لنقل دم. ممتاز. احنا ننشر الوعي والثقافة من خلال حملاتنا، نوزع بروشورات ومواد تثقيفية وتوعوية، ونوعي الناس عن أهمية التبرع بالدم وفوائد التبرع بالدم. يعني التبرع بالدم المنتظم إلى كثير من الفوائد تعود على المتبرع بالدم، بالإضافة طبعا الفائدة لمرضانا اللي يحتاجون إلى دم آمن وسليم. نعم. ومنظمة الصحة العالمية دائما تأكد أنه التبرع الآمن والسليم يأتي من متبرعين طوعيين. صحيح. يعني المتبرع الطوعي ما يكون إلى أي غاية بالتبرع بالدم سوى أنه دعم للأعمال الإنسانية. وطبعا يعني ذكرنا بالأيام السابقة أنه مركز دبي للتبرع بالدم يفتخر بوجود 150 جنسية تتبرع بالدم في مركزنا، وهذا طبعا يعكس مبادئ عام التسامح. صحيح. وطبعا التبرع بالدم من أنبل الأعمال الإنسانية، لما يتبرع الشخص بدم لمريض ما يعرفه. صحيح. وعلى أكثر الأحيان سوف لن يقابله ولا يعرفه طول حياته. صحيح. فهذا طبعا عمل نبيل إن شاء الله في ميزان حسنات المتبرعين بالدم. والحمد لله يعني في اكتفاء ذاتي في دولة الإمارات، وطبعا تم دكتورة وضع اسم دولة الإمارات من أفضل 5 دول في العالم من قبل منظمة الصحة العالمية لدعمها للتبرع بالدم الطوعي، طبعا توفير المواد الطبية والمختبرات المجهزة بأحدث لنجاح هذه الحملة كذلك. يعني من حصيلة الكلام اللي سمعناه منك دكتورة أن الحملة كانت الحمد لله ناجحة هذه السنة، فشو العوامل اللي كانت وراء نجاح هذه الحملة؟ نعم طبعا هذه السنة امتدت الحملة، فشاركنا فيها مع بنوك الدم الرئيسية في الدولة. نعم. فنوجه الشكر والتقدير إلى صحة في أبوظبي والعين، حيث شاركت بنوك الدم في أبوظبي والعين. نعم. في حملات التبرع بالدم ونشر الوعي والثقافة، هذا بالإضافة إلى مركز الشارجة التابع لوزارة الصحة.
شاركوا معنا في الحملة، فامتدت الحملة على إمارات مختلفة داخل الدولة. وطبعا مثل ما قلنا في كل هذه الحملات نشرنا الوعي والثقافة حول أهمية التبرع بالدم وفوائده. بالإضافة إلى هذه السنة طبعا أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات الداعمة للحملة في هيئة الصحة في دبي. أنا أعتبرها هذه من أنجح الحملات اللي عملناها لدمي لوطني. كان فيها تغطية إعلامية كبيرة، كان فيها نشر للوعي، تغطية في الجرائد الرسمية من خلال السوشيال ميديا، من خلال الإيميلات، البريد الإلكتروني والرسائل النصية اللي راحت إلى كثير من الجمهور. فكان الوعي والثقافة حول هذه الحملة بشكل أكبر وأقوى من كل سنة. والحمد لله حتى سحب الدم كان بنسبة كبيرة. فهذه هي طبعا الغاية المرجوة من الحملة، هو الوعي والثقافة، وطبعا أنه تكون حملة واسعة تشمل جميع شرائح المجتمع وجميع الفئات العمرية. فإحنا بهذه الحملة حتى شملنا المدارس، الجامعات، الشركات الخاصة والجهات الحكومية، وكل هذه الجهات شاركت في حملات التبرع بالدم. زائدا قسم من هذه الجهات تم تنظيم حملات انه يجون يتبرعون داخل المركز. طبعا احنا دائما نقول الشارك الجهات، هذه الجهات الشارك من خلال تواجد حافلة التبرع بالدم اللي هي الباص المجهز بالمخصص للتبرع بالدم، انه حافلتنا تروح عندهم للوصول الى المتبرعين بشكل اسهل في هذه الأماكن. بالإضافة لأنه مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد داخل حرم مستشفى لطيفة فاتح طبعا أبوابه لاستقبال المتبرعين بالدم بشكل يومي من ساعة 7:30 صباحا إلى 7 مساء من الأحد للخميس. فكان التبرع في عدة مكانات، من خلال حافلات التبرع بالدم، من خلال المركز، مثل ما قلت أنه مراكز التبرع بالدم الرئيسية في الدولة اللي هي في الشارقة في أبوظبي وفي العين كانت متواجدة وداعمة للحملة الحمد لله بشكل كبير. كيف لاحظتوا تفاعل الناس مع هالحملة دكتورة منذ إطلاقها؟ والله تفاعل جدا جيد، لأن الحملة طبعا فترة انطلاقها تماشيا مع أعياد الدولة ينطيها طعم خاص، يخلي الناس تحس بالشعور الوطني، الواجب الإنساني والواجب الوطني مع بعض. فالحملة جدا يعني محبوبة بالنسبة للجمهور، الناس تحب تسمع عنها، الناس تحب تشارك بيها، والحمد لله سنة على سنة الحملة تصير أقوى وتصير أكبر. هذا شيء مفرح، وبالنسبة لنا هذا دعم كبير، لأنه خدمات نقل الدم معتمد اعتماد كامل على المتبرعين الطوعيين. فلازم طبعا دائما نقدم الخدمات الجيدة جدا، الخدمات المتميزة، خدمات ذكية اللي تجذب المتبرعين وتخليهم مش بس يتبرعون مرة واحدة بس. صحيح. احنا دائما نحب انه يعاود المتبرع بالدم ويتبرع اكثر عن مرة. دكتورة يانا، سؤال بهذا الخصوص، بخصوص التبرع بالدم، كل كم فترة يقدر الواحد يتبرع بالدم؟ يستطيع المتبرع بالدم ان يتبرع كل 4 أسابيع. نعم. هذا التبرع بالدم الكامل اللي هو يتبرع بدم، وتطول فترة يعني من دخول الأبرة إلى الوريد إلى إتمام عملية التبرع بالدم بين 6 إلى 8 دقائق. وفي طبعا تبرع بالصفائح الدموية اللي هو الصفائح الدموية نوع من أنواع الخلايا الموجودة بالدم. نعم. ويحتاجوها المرضى اللي يعانون من نزيف، وهذه طبعا نحتاجها إحنا بكميات كبيرة لأن العمر صلاحيتها وعمرها 5 أيام فقط. ويستطيع التبرع بالدم كل 2 أسبوع الشخص اللي يتبرع على الصفائح الدموية. وبعد في أدنى تبرع نوع ثالث اللي هو التبرع بوحدتين دم مركزة، وفي هذه الحالة يستطيع المتبرع أن يتبرع وحدتين دم مركزة كل 4 أشهر.
فيعتمد على نوع التبرع بالدم، الفترة الزمنية بين التبرع والآخر. نعم دكتورة. نعم. طبعا له فوائد كثيرة التبرع بالدم، سواء للمتبرع أو سواء كذلك اللي يعني اللي يحتاج للدم، فممكن نتعرف أكثر على فوائد التبرع بالدم للمتبرع نفسه؟ نعم طبعا التبرع بالدم المنتظم، انه الشخص يتبرع مثلا عدة مرات بالسنة، اثبتت الدراسات انه يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، ويقلل من كثافة الدم. الحين في كثير ناس مثلا الناس المدخنين، الناس اللي مثلا تأكل لحوم بكميات كبيرة ويكون عندها كثافة بالدم. نعم. هذا طبعا لا سمح الله يكون سبب من أسباب حدوث الجلطة القلبية أو الدماغية. نعم. لكن المتبرع بالدم بصورة مستمرة ما يصير عنده كثافة دم عالية، فلذلك تصير سيولة مقبولة بالدم اللي تساعد على نشاطه وعلى طبعا صحته وتفادي حدوث الجلطات. بالإضافة إلى أن التبرع بالدم المنتظم يساهم في تجديد خلايا الدم، فنخاء العظم الموجود بالجسم ينتج خلايا جديدة كل ما يتبرع الشخص بالدم، فهذا يخلي خلايا نشيطة جديدة موجودة بالدم، ويقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم عند كل المتبرعين. وكل المتبرعين دكتورة دائما اللي متعلمين يتبرعون بصورة منتظمة يقولون كثير كلام، يقولون انه مثلا التبرع بالدم بيقلل من صداع راسهم، يقلل من اوجاع الجسم بصورة عامة، فهو فكرته تشبه بعض يعني اللي لنقطة معينة الحجامة، فهو اجراء صحي، هو اسلوب حياة صحية يساهم في كثير من الفوائد للمتبرع بالدم، بالإضافة طبعا إلى أنه هو عمل إنساني ووطني ويساهم في إنقاذ حياة المرضى. وها نفسيا الواحد يحس بشعور جدا يعني يمكن ما ينوصف كذلك، يعني أن يساعد أشخاص ما يعرفهم، إنقاذ حياة يعني. نعم. وكل متبرع بالدم إذا تبرع وحدة دم كاملة فهو يساهم بعد مشيئة الله طبعا سبحانه وتعالى، ليس فقط في إنقاذ حياة شخص واحد، بس يساهم في إنقاذ حياة 3 إلى 4 أشخاص، لأن من وحدة الدم الكاملة احنا نستخلص كريات دم حمراء مركزة تروح للمرضى اللي عندهم فقر دم، وممكن أن نستخرج صفائح الدم اللي تروح للمرضى اللي يعانون من نزيف، وممكن أن نستخرج مادة ثالثة اللي تسمى بلازما الدم الطازج. نعم. وهذه هي طبعا تستخدم لعلاج الحروق والنزيف بصورة عامة، وممكن حسب حاجتنا نستخرج مستخلص رابع اللي يسموه الراسب القري. نعم. واللي هو يحتوي على عوامل التخثر اللي يحتاجها المرضى اللي مثلا مصابين بالهيموفيليا والأمراض النسفية المختلفة. ممتاز دكتورة. تينا تساؤلات كثيرة أن في ناس بتسي تتبرع بس تتخوف من أشياء كثيرة من ناحية التبرع بالدم، يعني أن كمية الدم اللي تنأخذ، الأعراض اللي بيحسوا بها بعد التبرع بالدم، التلوث، يعني أشياء كثيرة. نعم صحيح، دائما يقولون أنه مثلا التلوث، الأبرة نظيفة، أو يخافون من يشوفون كمية الدم اللي دا تطلع بكيس صحيح. الدم قسمين يقولون خلصت دمنا مثلا. هذا دائما طبعا أنا أحب أطمن الجمهور وكل شخص يسمعنا أنه لا يوجد أي احتمال لانتقال أي عدوى عن طريق نقل الدم، الحمد لله كل المواد اللي تستخدم في سحب الدم من المتبرعين مواد معقمة، وطبعا من أماكن مصنعة في أماكن معتمدة، وتستخدم لمرة واحدة، فلا يمكن أبدا على الأطلاق أنه يحدث أي انتقال لمرض أو عدوى بسبب التبرع بالدم. بالنسبة لكمية الدم المأخوذة طبعا هي محسوبة علميا تعتمد على وزن المتبرع، فإحنا المتبرع من يأتي للتبرع بالدم يتم قياس وزنه، يتم نعم. قياس نسبة الخضاب الدم الهيموغلوبين عنده، وفي طبعا فحوصات طبية بسيطة مثل درجة حرارته ونبضه وضغط الدم، ويتم يعبي استبيان المتبرع عن تاريخ المرض القديم والحالي، فالوضع الصحي يعني بصورة عامة.
في عندنا احنا حسب احصائياتنا 22% من المقبلين على التبرع بالدم يتم استبعادهم من التبرع بالدم، لانه مثلا ممكن يكون مثلا عنده نسبه خضاب الدم اقل شيء بالطبيعي، يعني حتى لو يكون طبيعي بس اقل مستوى طبيعي احنا نستبعد الشخص، وذلك حفاظا على صحته. فاحنا دائما ناخذ الاشخاص اللي ممكن انه بعد التبرع بالدم يبقى نسبة الهيموغلوبين وحجم الدم بالطبيعي، فيتم قياس الوزن والنبض ويتم قياس الهيموغلوبين قبل التبرع بالدم. وطبعا بعد التبرع بالدم يكون في راحة، فترة راحة، نعطي معلومات مطبوعة عن إرشادات بعد التبرع بالدم، إنه يشرب عصائر، يشرب سوائل، يبتعد عن مثلا التمارين العنيفة، ما يصعد مرتفعات لفترة محددة بعد التبرع بالدم. ممتاز. حفاظا على صحته. سلامت وصحته. وطبعا في ناس تسأل تقول إنه بسرعة فحصتونا وأخذتوا الدم وما فحصتوا للأمراض المعدية. طبعا الفحوصات اللي تنعمل قبل التبرع بالدم هي أشياء فقط تخص سلامة المتبرع، لكن هذه أكياس الدم لا تذهب إلى مستشفيات أو إلى أي مريض قبل 24 ساعة، لأن تم فحصها لكثير من الأمراض اللي تنتقل عن طريق نقل الدم، وفحوصات جدا دقيقة تتضمن فحص الحمض النووي الخاص بالفيروسات اللي تنتقل عن طريق نقل الدم. دكتورة على عجالة، لأن ما شاء الله الوقت داهمنا، في سؤال يانا. السلام عليكم، أنا ساكن بعجمان وأريد التبرع بالدم من فترة ولا أدري أي أماكن التبرع بالدم، حابي تعرف على أماكن التبرع بالدم يعني عندكم بخصوص المركز. احنا بالنسبة لنا في إمارة دبي، مركز دبي للتبرع بالدم واقع داخل حرم مستشفى لطيفة، والأي شخص يحب يعرف وين موجودين اليوم من خلال حافلة التبرع بالدم اللي تجوب مختلف أنحاء الإمارة ممكن يتصل بالرقم المجاني لهيئة الصحة مركز الاتصال، وهم عندهم أماكن تواجد حافلة التبرع بالدم بشكل يومي، اللي هو الرقم بذكرهم بس بالرقم 800-342 800-342. نعم دكتورة، بالنسبة للأخ الاتصال. بالنسبة للأخ المتصل إذا هو في عجمان، في مستشفى عجمان في بنك دم يسحب من المتبرعين، وفي مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة هو المركز الرئيسي للتبرع بالدم في وزارة الصحة، بس في عجمان موجود داخل مستشفيات الوزارة الصحة في بنوك دم صغيرة تسحب دم من المتبرعين بالدم كذلك، أو يذهب يشرفنا طبعا إذا يجينا لمركز تبرع بالدم. ألف أهلا وسهلا بي. أهلاً. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق. دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. طبعا مستمعينا كانت هاي آخر فقرة من فقراتنا اللي هو نجاحات متوالية لحملة دمي لوطني، وكانت ويانا دكتورة مي رؤوف. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة، نشكر حسن استماعكم، أشكر طاقم العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا الأقفلي، وفي الإخراج نمر محمد، يعطيكم ألف عافية. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.